مرحبا. بسلسلة تغريدات عبر صفحته الخاصة على تويتر، انتقد الفنان عاصي الحلان الحكومة اللبنانية بهالفترة، وكتب عن أدائها يلي عم بيأثر على لبنان وشعبه. ومن هالصرخة الوطنية يلي لاقت تفاعل كبير على السوشيال ميديا، قال الحلاني: بين التعطيل والتطنيش والتأليف والتلفيف، العالم رح تموت بدها رغيف. الكهرباء يوم معنا ويوم علينا، المحارق رح تحرق إيدينا أو منحرق زبالة بالشارع. ضعتوا وضيعتونا، كنا ناطرين الحكومة، الحكومة راحت والحكومة رجعت، ما في حكومة تهتم لي بهمومي، الهيئة صارت مرحومة. حيرتونا وجننتونا ولعنتوا اللي جابونا، يوم مصالحين ويوم زعلانين، انتو مين ومن وين جايين؟ كيف مركبين حتى وعدتونا ونطرتونا وعلى الوعد يا كمون عيشتونا كل هالسنين؟ ننتقل لتطبيق واتساب يلي عم بيشتغل على توفير ميزة جديدة اسمها دارك، وطبعا لأرضاء المستخدمين بتوفر هالميزة بطارية، بما أنه الشاشة بتحتاج لطاقة زايدة لما تكون ملونة على عكس اللون الأسود. كما أنه الميزة بتسمح للمستخدمين بتخفيف قوة ضوء الشاشة الساطعة يلي بتزعج خاصة بالليل أو بالعتمة من خلال الدارك مود. بالوقت اللي اجتاحت العاصفة نورث كارولينا وسبب الأعصار فلورنس أضرار كتيرة، انتشر فيديو لمراسل الطقس بأحد التلفزيونات على السوشيال ميديا. فعلى الهواء وخلال نقل مباشر، بيّن المراسل واقف بالعاصفة القوية ومش قادر يسيطر على حاله، لحد ما مرق شخصين وراه عم بيتمشوا بكل هدوء. هالمشهد لقى انتشار واسع، بحيث لقى الكتار انه المراسل عم بيزيدها ويمثل. Okay, picking it up here in Wilmington, North Carolina, right at the Intercoastal, and we're in one of these bands. This is about as nasty as it's been. We had some bands like this last night in the Iowa. This morning we were not on TV. It was a dark, raucous night. لهون منكن وصلنا لنهاية ترند. يلي فيكن تتابعونا على فيسبوك، وفيكن تتابعوني على انستغرام وتويتر. لاقونا بكرة لأخبار ترندينج من السوشيال ميديا.